قرية الأسد احنا هنا قدام النعامة. قدام النعامة، قدام النعامة في قرية الأسد على طريق الصحراوي القاهرة اسكندرية. ومعانا المدرب الدكتور محمود محمد سيد من هواة وعشاق النعامة. النعامة مستمتعة وبترقص. ايوه في اكتر من نعامة عندنا في قرية الأسد. ايه؟ لا بنا. بس بالجواز حدوده. الأدب 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 الأدب. حاسب دي عندها قدرة تستخدم رقبتها بالفعل. تعورك. الأدب الأدب. بص عجباني مشيتها والله. حاسب يا محمود، حاسب حاسب. ارى في نبرتها شراسة. ايوه وفي خيل اهو والله، في خيل يا دكتور محمود. اه في خيل، انا عايز اركب خيل. اصل هي عايزه تاكل. طب ما فيش اكل نجيبه لها. ها وهي بنت الهبله تفكر ان هي كده. يا بنت الهبله مفيش اكل. ده ايدي نسمع الكلام. حاسب حاسب. لا 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 لا. تعال طيب تعال 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 بس هنا على الكفايه علينا كده. تعال انت. لا 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 لا. مسكتك لرقبتها غلط. مسكتك لرقبتها. اعمل معاها حركات. ايوه انا مسكتك انت رقبتها لحد ما تشوفها غلط. ماشي ماشي. انا مش هقرب منها غير مش هلاقيها ولا حاجه. انا بس هقول اهو. قرب لها ايدك بس واستمتع. تعال عند عمو حبيبي. تعال 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 عند عمو حمو الله يخرب بيتك وابو عمو. انت تعودت على قلة الألم بس يا بنت. خربت هبلت. امسك يا دكتور. نشوف حد غير والله انا بستمتع بيه. عايزين نشوف حد غيرنا.